مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج كل الزوايا. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير دايما، يعني عايشين ايام كلها خير وبركه العشره الاوائل من ذي الحجه، وبنشوف المشهد الجميل اللي كلنا بننتظره كل سنه وبنتابعه واحنا مبسوطين وبندعي ان احنا نكون لينا نصيب نكون من ضمن الصوره دي الحج اللي بعده او السنه اللي بعدها. كل سنه وحضراتكم طيبين. الاسبوع ده او الاربع ده هنكون آخر حلقة من كل الزوايا قبل العيد، لأنه الأربع اللي جاي هيبقى العيد إن شاء الله، فمش هنكون معاكم. فهنحاول إن احنا يعني نحتفل بالعيد أو يعني نعيش هذه الأجواء الجميلة اللي احنا موجودين فيها النهاردة. الحاجة اللي بتخلينا كده برضو نقف عندها شوية هي دايما طريقة احتفال المصريين بحاجة زي الحج أو مناسبة زي الحج أو شعيرة زي الحج، زي رمضان، زي الحج. طول الوقت عندنا احتفال مختلف يعني فني بهذه الشعائر. رحلة الحج على مدار التاريخ اللي هي كلها جمال ووهج، وبنشوف فيها اجتماع المسلمين من كل أنحاء العالم، بنشوف المصريين بيوثقوها بشكل تاني كأنهم وارثين هذا الفن من الأجداد. بنشوف إزاي في توثيق على جدران البيوت، يعني البيت ده اللي خارج منه حد هيحج يبقى مرسوم على البيت الكعبة أو الجمل أو الطيارة، ويبقى مكتوب الحج المبرور ويبقى متزين. بنشوف إزاي عندنا أغاني زي رايحة فين يا حجة، زي يعني عندنا أغاني كتير، ليلى مراد وشادية كلهم غنوا للحج. بنشوف الاستقبال حتى للحجاج اللي بيبقوا راجعين من بعد ما خلاص يعني أدوا هذه الفريضة، بيبقى برضو الاستقبال بالحج. دي حاجة بتخلي بالفن، دي حاجة بتخلينا طول الوقت بنتأمل إنه إزاي الناس تحرم أو في ناس تحرم الفن اللي بيبقى ظاهر فيه هذا الشكل من الإبداع في حاجة زي الإنشاد الديني أو الأغاني أو الرسم على الجدران اللي بتبقى كلها احتفال بالحج. كل سنة وحضراتكم طيبين. إحنا النهاردة هيبقى أكيد يعني هيكون معانا فقرة مهمة جدا، وهنعيش مع واحد من أجمل الأصوات الشبابية اللي تألقت في الفترة الأخيرة، هو المنشد أحمد العمري. هنشوف كمان إزاي هنحتفل بالحج في بالطريقة دي.